brain. ستيلينغ مايت 17. السجن حراسته مشددة في سلاك تيرا. حراس يقظون وأقفال عالية تقنية وأبواب فولاذية. والآن لسيطرة على كل شيء أنا السيد ساتردي. لا يوجد مكان في العالم كله أفضل من هذا لحبسي شينغانغ. ابتهج كما تريد ساتردي، لكنك تنسى أمرين صغيرين. ما هما؟ الشخصان اللذان لم تمسك بهما، وهما حتما في طريقهما إلى هنا لإنقاذنا الآن. لا شيء يمكنه إبعاد برونتو عن القتال. أين ذهب الجميع؟ أمسكوا بهم؟ لا داعي للقلق، برونتو سيعمل على إنقاذهم فورا. سأنقذ أصدقائي بعد أن أخرج. سيتطلب الأمر معجزة، صحيح؟ سأصدق هذا لو أنني لا أراه بعيني. الشينغانغ محبوسين كمجموعة من الكلاب الضالة. سأتي قبل حلول الظلام لأخذهم. تهانينا ساتردي، الآن أنت أصبحت تابعا آخر للدكتور بلاك. لا 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 لا، أنا رجل أعمال وهذا مجرد عمل. رغم أن وضعي ليس جيدا مع كائنات الكول. سم اتفاقنا كما تريد، ستحصل على كائنات الكول حين أحصل على الشينغانغ. وأمر آخر، لا أريد حماقة منك لسيطرة على العقول. أريد أن يكون سجناؤنا بكامل وعيهم وهم يعدون الدقائق لوصولي. لم يصل إلى هنا بعد ساتردي، وما زال لدينا الكثير من الوقت لنهرب من ستالكمايت 17. أنا أسيطر على كل حارس، ولديهم أمر واحد بسيط لا غير، وهو الحرص على عدم هربكم. ولا نرجو المعذرة، أريد أن أحضر شرابا. لا أصدق أنني السبب في هذه الورطة. اهدأ إيلاي، هذا ليس ذنبك. حسناً، ذنبك تقنياً، لكننا نسامحك. لكن لا تطلب مني أن أسامح نفسي على ما حدث. كائنات الزومبي، هذه أسوأ حفلة عيد ميلاد. علي استخدام القاذفة الثنائية. من دون إليك مسلاك؟ كنت أتمرن على هذا. أعتقد أنني سأتولى الأمر. والآن بيربي، كما قلت أنا برونتو ذكي وحذر في نفس الوقت. تقصد أن تقول لي علي أولا أن أجد مكان أصدقائي؟ لا تقلق أبدا، في الحفرة المليئة بالمجرمين وأصحاب السوابق في سلكتيرا قريبة جدا من هنا. مع موهبتي الطبيعية في الثرثرة سأعرف بسهولة من خلال المجرمين هناك أين يمكن أن يكون أصدقاؤنا. من هنا، لا بل من هنا.
حاولا أن تسرعا، سيعود قريبا. هيا ادفع. ما هذا الشيء؟ محاولة هرب؟ إن هذه إهانة للزومبي. مهلا توقف، أتريد أن تخالف أوامر الدكتور بلاك؟ أعتقد أن هذا سيكون سيئا للعمل، لكن لا مزيد من الحرب. فلنواجه الأمر، لا مجال للهرب إلا من الباب الأمامي. اطمئنا، ما زال لدينا برونتو وبيربي. والآن علي أن انخرط مع المجرمين لأعرف مكان أصدقائي. إذا ما تساهلت معك قليلا فهذا لا يعني أن تضحك علي وتجلس على كتفي. هيا بالمزيد إلى هنا. لا نعم أنا أخلق ممتعا لكل ذاكي. هذا جميل. أتسمي هذا مخفوق الكريمة؟ أصبح كذلك الآن. دعني أتلذذ بطعمها. باها باها هو أها. لدي سؤال شبه سخيف، لماذا أغضب عندما تقف ذبابة على أنفي؟ أخبروني. لو كان ذبابا لحطمت المكان. ولن أخبروني، ماذا سمعتم عن الشين من أصدقائكم في عالم الجريمة؟ لا تكذبوا علي، فأنا مجرم سابق. مجرم؟ نحن نادي كافرن النسائي للحياكة. اهدأن. أنصحكن بالابتعاد عني، فأنا لدي سلاحي السري. هذه الرائحة الكريهة ستسبب لكن حالة من الإغماء. في الواقع رائحة المكان أصبحت أفضل. أمسك نبات. ما هذه الورطة؟ واضح من ملابسك بأنك سجين هارب. لا تطلق، لا أريد العودة إلى ستالاجمايت 17. حسناً، منذ سيطر ذلك المجنون السيد ساتردي على المكان أصبح أسوأ من السابق. أعرف هذا السجن ولا أخافه، لا يمكن لهذا السجن المنيع أن يعيقني. سأتسلق الجدران وأحطم الأقفال وأضرب بيد من حديد كل أسماك القرش المتوحشة. أو استخدم الباب الأمامي. الباب الأمامي فكرة مجنونة ولكنها مضمونة النجاح. طاب يومك يا صاح. ياي، كما قالت أمي، سر جمالي يكمن في عبقريتي. لا وقت لدينا، سيصل بلاك في أي لحظة. قلت هذا شراب لذيذ، هل تضحك علي أنا؟ ماذا علي أن أفعل لأحصل على شراب من مزيج الفاكهة؟ خطة هرب جديدة. أتعرفون إلى ماذا أشتاق هنا؟ إلى تحضير الشراب كما كنت أفعل في المخبأ. أجل شرابكم لذيذ. أنت تتقن صنعة. لقد أحببناه بالفعل. أظنك تحضر شرابا لذيذا.
والآن علي أن أجد الباب الأمامي المنيع. أنا أعرف ماذا أفعل. لا أحد يستطيع أن يعرف سر طريقتي في التعقب. أي ما هذا؟ أها تماما كما خطط. يا للروعة، بدأت فعلا أشم رائحة أصدقائي. أنا أقترب، إذا أنا موجود، أنا موجود، إذا أنا أقترب. بدأت الرائحة تزداد قوة. اقتربت كثيرا. قاب قوسين أو أدنى. هذه الرائحة كانت تطغى على كل الروائح. يا حبيبي. لا أحد يقترب مني، فأنا كائن زومبي. إلى الحراسة المشددة في المطبخ. إنهم أيها زومبي، أحضروا لي جميع الفاكهة وخلاطا. هذا النادل الزومبي سيقودني إلى أصدقائي. أنت تحلم ساتردي. من المستحيل أن أحضر لك واحدا من مشروبات الشهية والشهيرة العالمية. بل ستفعل. أو وإلا ماذا؟ كيف ستجبرني ساتردي؟ لست واحدا من أتباعك الزومبي حتى الآن. اهدأ ساتردي، ولا تنسى ما أخبرك به الدكتور بلاك. من الأفضل لك أن تتوسل حتى أسامحك، بدلاً من إمضاء دقيقة أخرى دون شرابي المفضل. الآن إلى الداخل وإلى الخارج. آخ. مسرور باستعادتك. آسفة للمقاطعة، ولكن بلاك سيدخل من هنا في أي لحظة. تغطى جيدا. تريد أن تهنيني لأنني أتقن دور الزومبي؟ شكرا. لطفا أين الطريق إلى الحراسة المشددة؟ أريد إنقاذ إلاي. ذلك الوقت هو سبب وجودي هنا. كل شيء يسير حسب الخطة. نحن محظوظون، فلنذهب. الطريق مسدود، لكن برونتو الشجاع سيموت وهو يحارب. هذا ليس استسلاما وإنما انسحاب. آسف، الحمولة اكتملت. يا
أصدقائي تنبعث من هذا الاتجاه. لا تقلقوا برنت قادم. أوه، أنت تحاول أن تكون البطل. الجميع سيعرف فيما بعد أنني أنا البطل. أنا أشكرك بعنف يا هذا. حراس للبوابة الأمامية، أوقفوا شينغانغ. أنا سأهتم بنفسي برفيقهم الذي سيصبح من كائنات زومبي قريباً. الباب الأمامي مفتوح، حظنا الجيد يستمر. أجل، ليس كثيراً. كان أصدقاؤك سيهربون لولاك. لذا لأشكرك، يمنحك سيساتردي كلمة أخيرة. في الواقع يجب أن أعترف، أنا تفوقت على جميع السلاجز، ولكن هناك واحد ربما لا يمكنني التفوق عليه. قلت كلمة أخيرة. أعذرني، لم أنتهي بعد سيدي، كان يجب أن أثق بك أكثر، صح؟ كان على برونتو أن يجعلك ترشده. ياي، نحن الثنائي المرح. يمكنك أن تهرب يا سيد ساتردي، لكن لا يمكنك الاختباء من عدالة برنت وبيربي. احذرات اختيار السلاجز، إنهم تحت سيطرة ساتردي، لا أريد إيذائهم. للأسف لا يكترثون بشأن إيذائنا. أرتور ميتو، ماذا حدث؟ ما هذا؟ ما الذي حدث؟ لا أعرف ماذا حدث للتو، لكن فلنهرب. لقد أبطلت مفعول تنويم المغناطيسي ذي الشفرة السرية، لن أسامحك. المستحيل يمكن جعله ممكنا حين يكون برونت موجودا. توقيت ممتاز، فلنبتعد عن هنا قدر المستطاع. للأسف لا أعتقد أنكم ستبتعدون كثيرا. ربما نستطيع السباحة، ربما سنكون طعاما لأسماك القرش. لا خيار أمامنا سوى المواجهة. لا تفرح كثيرا يا دكتور بلاك. برونتو؟ يمكنك أن تضحك على برونتو، ولكن دعني أعرفك على بيربي. والآن أصدقائي، تم إنقاذكم. سترتفع دوامة اللهب، علينا الخروج. السؤال هو كيف؟
فهمت. ذو الفوهتين؟ إيلاي، ماذا إن لم تنجح؟ بيربي يعتقد أن هذا سينجح. اسمعوني جيداً، من خلال تجربتي يمكنكم أن تثقوا بهذا السلاك. هذا جيد لي. انسحاب تكتيكي الآن. عرفت أنك لن تخذلني بيربي، وأنت أيضا برونتو. طبعا، فنحن الثنائي المرح. هل اعترف برونتو بنا أخيرا؟ مع سلاك؟ بالطبع، لأن برونتو يعرف كيف يتعامل مع السلاكز. يمكنني أن أعلم من يرغب بذلك. كن حازما ولكن لطيفا مع بعض الصلابة. ولكي تفهم السلاكز عليك أن تقرأ قائمة مكونة من 20 نقطة. أولاها إذا عملتها باحترام سترد لك الجميل عاجلا.